الله معك كارلا رامية. الله معك أبونا. مش أول مرة نتلاقى فيكي في ربوع أهمج. أهلا وسهلا أهمج فيك. أهمج هالبلدة اللي هي جرود جبيل. نعم. وأنت من أهمج وتلاقينا فيكي مريت سابقة كمان وتذكرنا أنه أنت بنت لميشيل رامية. وبالمرة السابقة كتير هيك بقلبي نط قلبي المطرح لما قلت بيي عمل هاي بيي قال هيك. شو هالمدرسة العميقة اللي انت خلقت فيها وربياني فيها. الله يخليك ميرسي يا ابو. وكنا عرفتينا كمان يعني هيك اختصاصك بالموسيقى وصوتك سمعناه وبعرف بموضوع الجوقات. انا يمكن اول ما هيك بتذكر انه في كان جوقة انت بترتلي فيها بس هلا عم بتعلمي. خبريني هيك يعني وضحي لي كل هالافكار يلي براسي لانه بدي اوصل لقصة الجوقة. نحن بكنيسة مريت في ناس بيحسبوا حالهم جوقة. شو شروط انه يكون في جوقة بالكنيسة؟ شو اذا دراسة لازم يعملوها؟ هيك بحب اسمعك عم تحكي. احنا بدراستي بالجامعة وقتها دخلت على جامعة روح القدس الكاثوليك مطرح ما تخصصت كان عنا مادة اسمها آر كورال او جوقات. يعني لازم الجوقة. لازم لازم تكون انت بمرقت بمسيرتك الدراسية بجوقة واشتغلت مع هالجوقة. وشو كان أحلى من أنه أنك تكون بجوقة جامعة روح القدس الكاثوليك لأن هي جوقة كتير مهمة ولها تاريخ بالموسيقى الكنسية وكان كتير مهم أنه نمرق بهالجوقة تتكون هي جزء كمان من الفورماسيون تبعك أو من الاختبار الأكاديمي اللي بتاخده بحياتك لأنه هي شيء كتير أساسي خصوصا بالغناء المقدس. فمرقنا بهالجو وبقيت فيها كل مرحلة دراستي وأكيد فيما بعد شوي لأنه كان دوري مهم بهالجو لأنه الجو عادة بتتألف من كوريست يعني اللي بيغنوا بالأداء الجماعي وسوليست هو اللي بيغني إنشاد منفرد بالجو. فأنا كنت لفترة طويلة من أهم السوليست بالجامعة ومرق كتير ظروف وأحداث خلت أنه هالمرحلة تكون من المراحل الذهبية مثل تقديس رفقة مثل تقديس نعم طال. يعني مرق أحداث خلت أنه هالجوقة يكون عندها يعني دور كتير مهم وبالإضافة للسفر ولتمثيل لبنان بكتير احتفالات كبيرة. فالغناء الكورالي أو الجوقة هي شيء كتير أساسي بالفورماسيون تبع المرتل تحديداً وأكيد المغني لأنه كل اختصاص تمرق بصف تدرس فيه مثلا حتى بالغناء العربي اللي درسته في جوقة الغناء العربي أو مثلا الكورال للموسيقى كلاسيك كتير مهم يعرف الإنسان يغني ضمن جماعة لأنه الجماعة في لها شروط وأمور معينة ما مختلفة عن وقتها بتغني وحدك. بدك تحترم الصوت الجماعي كله ويكون منخرط فيه بطريقة انسيابية من دون ما تشوه هالأداء اللي بيكون صار أداء واحد كل الأصوات بتصير صوت واحد. فإلها كتير جمالية وبتعطيك كتير من الدروس بتخليك حتى تصير مميز أكتر وقتها بتغني منفرد. يعني خبرة مهمة. خبرة كتير مهمة وأكيد قلت أنا أنه في الكوريست في السوليست في كمان قائد الجوقة يلي يكون له الدور الأكبر بإدارة هالمجموعة بشكل حلو بكيف خليهم يصدروا صوتهم بشكل متناغم أكتر وأكيد اللي بالجوقة اللي بيكون في معها مصاحبة آلية أو أوركسترا كمان تعطي أحلى وأحلى. يعني بجوقة فيها مجموعة أقل أكتر من 20 شخص قديش كان؟ لا هلا هلا نحن جوقة كثير كبيرة يعني كبيرة. أيه يطلع كثير. لك أنت دور السوليست يعني أنت الأداء المنفرد شو بيدل شو بيعني؟ لا هو اللي بيغني منفرد هو الشخص اللي بيكون عنده إمكانيات تقدر تخوله إنه يكون عم بيغني أداء منفرد. بقولك أنا من أول يعني ما فت على الجامعة الحمد لله كان هيدا الوضع حلو وهيك بتعطيك كمان أكيد بوش حلوة لأنه بتاخد اختبارات جديدة بالحياة. يعني ما كانش عندك واسطة تتكون أنت عم ترتلي. أنت أول. ما في وصاية. أنت أول. وسطك صوتك وعلمك وموهبتك يعني. هلأ أكيد أنت قلت لي مين شو اللي منسمي جوا أكيد بالرعاية ما فيك أنه تجي تقول أنا بدي أعمل جوقة بروفيسيونال أو يعني الأشخاص الموجودين بالرعية اللي بهيك بيتجندوا أو بيتطوعوا أنه يكونوا عم يخدموا لأن كتير مهم بالرعية يكون في جوقة بتهتم بالمناسبات الدينية كتير
كتير أساسية، وهلا بتحس خفت شوي يعني. في جوقات أنا بسمع كتير أنه عم يطلبوا ولو بليز بدنا حدا يجي يرتل بهالرحية. مش حلو أنه توصل لهالمرحلة. تشجع الناس لو ما كانوا شي كتير بروفيسيونال، بس على القليل يكون في جماعة معينة بتتعاون مع بعضها، بتتمرن مع بعضها، تتخدم احتفالات مش مطلوب منها تكون جوقة بروفيسيونال، إلا أنه تكون جوقة بتقدر تقيم بكل كنيسة بكل رعية. كل مجموعة شباب صبايا بيقدروا يجتمعوا مع بعضهم إذا كان صوتهم حلو أحلى وأحلى، وبيعملوا جو حلو بالكنيسة وبالرعاية. وأكيد في جوقات بروفيسيونال بتكون بالمعاهد الموسيقية بالجامعات، هيدا بتكون تدرس تتطور توصل حالها لمحلات حلوة كتير. شو نصيحتك لبرعية تي ينطلقوا بجوقة؟ أوقات بيفكروا إنه واحد بس يجي يقول أمام بشارة مخلصنا يعني صار جوقة. شو نصيحتك أو توجيهك؟ لا، الجوقة هي مجموعة من الأشخاص. أوكي. لازم يكون في أنجروب يعني معين، إنه يكونوا عم يجتمعوا مع بعضهم، عم يتمرنوا مع بعضهم، عم بيحضروا مع بعضهم. إذا كانت جوقة رعية بدهم يتمرنوا على أكيد تراتيل حسب الطقوس وحسب المناسبات، وبيتمرنوا مع بعضهم. هلأ اللي بيكون مميز بيناتهم أحسن واحد صوته فيهم بالرعية هو يلي بيكون عم بيقول أداء منفرد. لأن مثل ما قلت لك بحلقات سابقة أنه قدامهم اللي بده يرتل وحده بده يكون عم يعرف يوصل كلمة الله، بده يكون أكيد دايما يعني من زمان بعد انه بالكنيسه في 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 رتبه في اسماء المرتل. مش مين ما كان انه بيطلع بيقول بيرتل، كانوا الى يعني نوع من الصيامه يعني صيامه معينه. هذا الشخص نسميه مرتل عم بالكتاب بيكتبوا المرتل. هو المرتب كمان غير الشماس غير يعني هول الرتب مهمين فيهم اكيد بارشاد من الكاهن بالرعيه انه يكون عم يساعدهم كمان تيكونوا على الخطى المضبوطه روحيا وموسيقيا. شو اللي بيخلي الجوقه تفشل؟ عم نحكي على صعيد ضيعه او رعيه عاديه، شو اللي بيخليها تفشل؟ بس يصيروا بين بعضهم الشباب والصبايا انه في هيدا منافسه انه حلو المنافسه بس بتكون بشكل وليش ثاني مش عارضه بتصير يعني يكون لا نحن روح وحده. القرار كتير مهم يكون في هيدا روح الجماعه يلي تيطلع الصوت قد ما بيطلع الصوت منسجم، هو قد بيكونوا عن جد هالجماعه عم بيرتلوا من قلبهم خصوصا بالكنيسه، ويكون فعلا اعرف انه لا انا سامي احسن مني او كارلا احسن مني او اكس احسن مني. هو اللي بده يقول وفيهم يتقسموا يتمرنوا تيصير في اشخاص، لانه بتتبادل الناس تنشغل بتفل، بيكون في ناس بديلين نعود الاخرين يكونوا موجودين، نعرف انه احنا بخدمه كنيستنا، احنا مش جايين نعرض حالنا هون، جايين نصلي تنساعد الناس تصلي اكثر. وهالي بكرريها دائما انه نحن بس نرتل عم نصلي عم نسبح يعني في كلمة الله عم نقول كلمة الله، ويكون الأولوية أنه أنا هو عم بيقول مش لأنه هو شخصه ما ناخده كشخصه، ناخده كاللي عم يعمله هو بيعمله أحسن مني فهو خليه لأنه موجه لأ الله. مش مهم ما بنخدع على الشخص، نخدع على مين بيخلي هالمجموعة تكون أحلى. لو طب ينجح واحد بالمجموعة المجموعة كلها بتنجح. كونك انت بجوقة جامعة روح القدس الكاثوليك كنت يعني عشتي وقت وتعلمتي وتدربتي وكل مرقت بكتير جوقات تانية يعني مش بس بجوقة روح القدس، يعني مرقت مع كهنة أصدقائي أكيد أساسوا جوقات كتير محترفة بعدها لهلأ موجودة كمان كان إلي مرور فيها، وكانت من الأشياء الكتير حلوة اللي عملتها بحياتي كمان. مطرح ما بتروحي موهبتك معك وروحانيتك كمان مرفقتك، وعم لاحظ داش عندك معرفة أمور الكنسية. يعني الجوقة مش بتحكي بس موسيقى، بتحكي كمان لاهوت خصوصا يعني. إذا جوقة كنيسة جوقة كنيسة يعني اليوم بس حدا بده يتطوع يجي على الكنيسة يخدم، مريت في ناس بياخدوا المطرح عن غيرهم وبيكونوا هن بيستفردوا لوحدهم، بس للاستمرارية تتستمر هذه الجوقة ذكرت هيك بعض المعايير يعني انه نفكر انه احنا عم نخدمه لقلو عم نقله لقلو. تاني شيء بيحتاجوا يتعلموا حدا يصير لهم يعلمهم يعني اذا صار لهم اذا ثاقب اذا صار ضايعة مثلا في شخص محترف وموسيقى وهو اهتم احلى واحلى. لانه كتير بتشغل الجوقة وقتها بيكون في معك شخص بيعرف بروفيسيونال وبيقدر يدعمك موسيقيا بتتغير كده الامور. يعني انا مثلا انا بدايتي في جوقة كتير حلوه لانه شخص بيهتم فيهم هو حدا متخصص بالموسيقى وهيك بيعطيهم نفحه جديده بيعطيهم بيخدهم على مطرح كتير حلو هن بيصيروا مبسوطين ومحمسين اكثر. يعني اكيد اذا كان في معرفه موسيقيه مع هيدا الروح الحلوه وانه انا عبالنا نعمل شيء للكنيسه يكون في معها هيدا الشغله روعه احلى واحلى. يعني الجوقة بتاخذ دور قيادي
يعني بتقدر تقود. أكيد ما هي أوكي. بالآخر إذا كانت حلوة والجو حلو بالكنيسة أول شيء عم بتساعد الناس، بتجذب الناس يجوا أكتر يصلوا، وبتحمس الناس كمان أنه يكون أشخاص جداد يفوتوا بهالمجموعة، يكون في هيدا روح الخدمة والجماعة بالكنيسة، هي ممكن من أهم الأشياء. ما هيك أبونا؟ لكن الكورال يعني مش لازم تأخذ مطرح الناس. لا أكيد الكورال هي لازم تكون دار مساند للناس، مساند للناس. لأنه نحن بتراتيلنا بخصوص بالكنيسة المارونية هي ألحان سهلة بسيطة، ليش؟ لهدف أنه كل الناس تشارك فيها، منا معمولة يعملها سوليست بس، لا حتى أنت كسوليست ما مش مفروض فيك تاخد دور الناس. يعني أنا بشدد وقت أكون عم رتل بالكنيسة لو عندي تراتيل شخصية، مش كل الوقت كله يكون خاص وما بيعرفون الناس. الجماعة أهمية قدام مشاركتها بالقداس، أكيد حضرتك بتعرف أكتر مني أنه هي دور الأساس بالكنيسة الجماعة. أنا الكورال لازم يكون دور مساعد ومساند للناس تقدروا يرتلوا، ولكن لازم كل الناس تصلي، كل الجماعة تقول. شو حلو. لكن هي موهبة بالكنيسة الجوة يعني، والأشخاص اللي بيشاركوا الجوة هي قيمة مضافة. أنا بشوفها على الكنيسة كل ما كانت أحلى كل ما بتضيف على الكنيسة، بس مثل ما قلنا الشروط الأساسية ما فيها أنه تخلص أو تروح. هلأ سؤال أجزاء نتفي خبيث يعني وقت اللي أنت بتكوني بكنيسة عم تشارك بقداس ومش أنت عم ترتلي ومنك بالجوة، بتصير تقولي هيدي صح وهي غلط أو بتقبل الإشارة؟ لا بالكنيسة ما مش جاي أعمل جيري ولا فحص. بالكنيسة إذا وجد بكنيسة فيها حدا عم بيرتل عادي بدي أقدس، وأنا أحترم، أنا جيت لعندهم عشان أجوا لعندهم. أوكي. أنا جاي أصلي عندهم. أوكي. وإذا عرفوك وسألوك بس مش كثير بتصير أبونا. لأنه بس أوصل بغيطولة فبتمنى أوقات أنه أجي هيك أقدس أو صلي بأنه قد ما أقدر هيك من دون مش أوقات رتل أوقات من الحاجة أنت هيك تقعد وحدك بس صحيح. لا وقتها بأنه بغيطولة أو شيء بحس أنه ربنا بده يعني يكون أكيد. موجودة أكيد هاي خدمة وبدي تقديها ومرسي انه يعني بالعكس انه بيقدروا انه موجودة وبيطلبوني ان يكون موجودة. شي حلو، وخصوصي اذا انت من الاشخاص اللي بيساعدهم تيرتلوا، يساعدهم تيصلوا، يساعدهم تيعيشوا المناسبة والاحتفال بعمقه. الحمد لله. ما فيك تقولي لا يعني. أكيد. وما قلتي لا ولا ما طلبنا منك نكون معك وعم نحكي نحن وياك وفرح كبير. بدي توصلي السلامات ل عمو ميشيل الوالد العزيز والماما وكمان الصبايا بعدهم بقلتي لي بيرتلوا خياتك وعندهم نشاطة. يلا ان شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية مع كل الله راد. ميرسي باسم كل مشاهدي سات 7 ميرسي سات 7 وكل فريق العمل. ميرسي لفريق العمل. شكرا كارلا. الى اللقاء. شكرا. باي.